السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد، العنوان بتاعه اسمه توماس إديسون. دي شخصية عظيمة. الشخصية ديت هنعرف هو اخترع لنا إيه وأهمية اللي اخترعه ومين اللي ساعده إن هو يتعلم علشان يكون مخترع عظيم. تعالوا لما نقرأ الدرس مع بعض ونشوفه كده. بيقول لي توماس إديسون: كان توماس إديسون تلميذا ذكيا، يسأل ويبحث ويجرب. لم يكتشف أحد مهاراته، ولكن اهتمت أمه بتعليمه، فاستمر في الدراسة والبحث، فأصبح مخترعاً للمصباح الكهربائي. نقرأ كمان مرة كده ونشرحه. بيقول لي العالم اللي معايا النهاردة اسمه توماس إديسون، ده اسم البطل واسم الشخصية العظيمة اللي احنا هناخدها مع بعض النهاردة. كان توماس إديسون تلميذاً ذكياً. ايه هي صفات التلميذ اللي معايا النهاردة؟ اول حاجة كان تلميذا ذكيا. كان بيعمل ايه يعني؟ كان يسأل ويبحث ويجرب. طيب بيقولي لم يكتشف احد مهاراته وهو صغير. مفيش حد اكتشف مهاراته الا امه. الام هي اللي قامت بتعليمه وتشجيعه، هي اللي قاعدة تشجعه، عشان كده هو استمر في الدراسة والبحث. كان بيحب يبحث ويفتش عن المعلومة، وأحب العلم كثيرا، علشان كده أصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. يبقى لما أسألك كده من مخترع المصباح الكهربائي، تقول لي توماس إديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. تعالوا لما نشوف أهم الظواهر اللي موجودة في الدرس عندي. كان فعل ماضي، خلاص خلص وفيها مد بالألف. توماس إديسون تلميذا ذكيا. كلمة تلميذ كلمة مفرد وجمعها تلاميذ، وفيها كمان تنوين بالفتح وفيها مد بالياء. كلمة ذكيا معناها سريع الفهم وعكسها غبي. طيب ذكيا تنوين بالفتح، يسأل ويبحث ويجرب، كلها أفعال مضارع. طيب يسأل عكسها يجيب، الواو حرف عطف، فاكرين حروف العطف؟ الواو والفاء وثم. يبحث معناها يفتش. طيب كلمة يجرب يعني كان يحاول، احنا قلنا كلها فعل مضارع. لم يكتشف احد مهاراته. طيب مهاراته مفردها ايه؟ مفردها مهارة. طب ونلاحظ ان الكلمة ديت اخرها ان هو هاء، اسمها هاء الضمير، مهاراته هو، مهارات العالم اللي معايا. ولكن اهتمت امه بتعليمه، يبقى من اللي قامت بتعليم توماس إديسون واللي اهتمت بيه منذ الصغر؟ ايوه هي الام، هي البطله اللي معانا النهارده، لها دور عظيم في القصه بتاعتنا. فاستمر في الدراسه والبحث، علشان تشجيع امه هو عرف يستمر في الدراسه والبحث. طيب كلمه الواو برضو دي حرف عطف، والفي حرف جر، وديت معانا شوف كده الالف واللام هنلاقيها ايه؟ الشمسيه. طيب كلمة البحث مع جمعها الأبحاث. فأصبح يعني صار مخترعا عظيما للمصباح الكهربائي. كلمة المصباح جمعها المصابيح، وهي اسم، الكهربائي برضو اسم، ونلاحظ ان اولها هنا هو ايه؟ ألف ولام. فاكرين من علامات الاسم؟ ايوه كلمة اولها ألف ولام، كلمة اخرها تاء مربوطة، كلمة اخرها تنوين، دي كلها من علامات الاسم. طيب تعالوا لما نشوف كده مع بعض أهم المعاني اللي موجودة في الدرس. كلمة يبحث معناها يفتش، كلمة يجرب معناها يحاول، كلمة مهارات معناها قدرات، كلمة ذكيا معناها سريع الفهم. تعالوا لما نشوف الكلمة وعكسها. يسأل، واحد بيسأل عكسه إيه؟ يجيب. اهتمت عكسها أهملت، الأم اهتمت بتعليم ابنها عكس كلمة اهتمت إيه؟ عكس كلمة اهتمت أهملت. استمر عكسها توقف، الأم هو استمر في الدراسة والبحث بفضل أمه، عكسها توقف. تعالوا لما نكمل كده نشوف الكلمة وجمعها. كلمة تلميذ جمعها تلاميذ، ذكي جمعها أذكياء، مهارة جمعها مهارات، مخترع جمعها مخترعون، مصباح جمعها مصابيح. طيب تعالوا لما نشوف كده الأسئلة، الدرس على هيئة سؤال وجواب. بيقول لي أول سؤال: أذكر صفات توماس إديسون. إيه هي أهم صفاته؟ تقول لي كان توماس إديسون تلميذا ذكيا، يبقى أول صفة من صفاته إن هو كان تلميذ إيه؟ كان تلميذا ذكيا، كان يسأل ويبحث ويجرب.
طيب بيقولي من التي اهتمت بتعليم توماس اديسون؟ مين الست اللي اهتمت بتعليم توماس؟ مين البطلة اللي معانا دي؟ اسمها ايه؟ ايوه، اهتمت امه بتعليمه، هي الام اللي ساعدته ان هو يواصل الدراسة والبحث. من الذي استمر، ما الذي استمر فيه توماس اديسون؟ الاجابة: استمر توماس اديسون في الدراسة والبحث. ماذا اصبح توماس اديسون؟ اصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. يبقى مين هو صاحب فكرة المصباح الكهربائي؟ هو البطل اللي معانا، العالم العظيم توماس اديسون. بيقول لي هنا اخر سؤال: لماذا اقدر توماس اديسون؟ انا ليه بحترم توماس اديسون؟ كاتبين اقدر بمعنى احترم، يعني مسألة كده، لماذا تحترم توماس اديسون؟ تقول لي الاجابة: لانه يسأل ويبحث ويجرب، وكمان لانه اكتشف المصباح الكهربائي. نكمل بعض التدريبات. بيقول لي اقرأ واكتشف، صل كل كلمة بمعنى. اول صورة جايب لي احمد عنده مهارة التفكير، عنده مهارة اسمها مهارة التفكير، بيعرف يفكر. يبقى بعد كده بيقول لي الصورة اللي بعد كده: اصبحت احب اللعب مع قطتي. الصورة اللي بعد كده: اخترعت مركبة تمشي بالهواء. احنا عايزين نعرف معاني الكلمات الملونة اللي موجودة عندي دي، هنوصلها من العمود التاني. اول حاجة بيقول لي احمد عنده مهارة التفكير. مهارة يعني ايه؟ هيه، مين يقول لي؟ مهارة يعني براعة، يعني هو بارع في التفكير. اصبحت احب اللعب مع قطتي، كلمة اصبحت يعني صرت. اخترعت مركبة تمشي بالهواء، يعني ايه اخترع؟ يعني ابتكر. احنا هنا توماس اديسون احنا بنقول عليه مخترع. يعني ايه مخترع؟ يعني مبتكر. يعني ايه مبتكر؟ يعني هو عمل لي حاجة ما كانتش معمولة قبل كده. نكمل، جايب لي الفقرة تاني. بيقول لي كان توماس اديسون تلميذا ذكيا، يسأل ويبحث ويجرب، لم يعرف احد مهاراته، ولكن اهتمت امه بتعليمه، فاستمر في الدراسة والبحث، فاصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. عاوز على القطعة دي بعض الأسئلة. بيقول لي كان توماس اديسون تلميذا ايه؟ ايوه، كان تلميذا ذكيا، برافو. طيب يسأل ويبحث ويجرب. اهتمت نقط بتعليمه، ايوه قلناها كتير، اهتمت امه بتعليمه. اخترع توماس اديسون، هو اخترع ايه؟ اخترع المصباح الكهربائي. اقدر توماس اديسون لانه كان بيعمل ايه؟ لانه يسأل ويبحث ويجرب. طيب وايه كمان؟ وممكن تقولي لانه اخترع المصباح الكهربائي، عشان هو اخترع المصباح الكهربائي. نكمل بعد كده. بيقول لي اكمل الجمل بالكلمات الآتية. جايب لي اربع كلمات: مهارات، يخترع، تقدر، اصبحت. هنقرأ الاول وبعد كده نحط الكلمات دي. قال المعلم: من يرغب في ان نقط شيئا يجب ان يكون عنده نقط تفكير. قلت: وكيف ذلك يا معلمي؟ قال: يجب ان تقرأ كثيرا ونقط العلم. قلت: نقط، أحب قراءة الكتب العلمية بعد أن عرفت قيمتها. دايما لما نيجي نحط كلمات لازم نقرأ الموضوع على بعضه علشان نعرف هو بيتكلم عن إيه، وبعد كده نحل. بيقول لي قال المعلم: من يرغب في أن إيه شيئا؟ أيوة، في أن يخترع. يخترع شيئا يجب أن يكون عنده إيه؟ مهارات تفكير، لازم يكون يعرف يفكر. قلت: وكيف ذلك يا معلمي؟ قال: يجب أن تقرأ كثيرا وإيه العلم؟ أيوة، وتقدر العلم، لازم تكون بتقدر يعني تحترم العلم. قلت: نقط، أحب قراءة الكتب. قلت: أصبحت أحب قراءة الكتب بعد أن عرفت قيمتها. نشوف التدريب اللي بعد كده.
بيقول لي: وكان توماس إديسون تلميذا ذكيا يسأل ويبحث ويجرب، لم يعرف أحد مهاراتي ولكن اهتمت أمه بتعليمه. هات من القطعة السابقة واحد كلمة بها مد بالألف. تعالوا ما نشوف كده، هنلاقي أول كلمة عندي كان مد بالألف. طيب في حاجة كمان، في كلمة إيه؟ مهاراته. رقم 2 بيقول لي كلمة بها مد بالياء، كان توماس إديسون تلميذا، يبقى دي كلمة فيها مد بالياء. طيب بيقول لي هنا كلمة بها تنوين بالفتح، كلمة ممكن ذكيا وكمان كلمة تلميذا. كلمة بها هاء الضمير، هاء الضمير دي بتبقى هاء موجودة في آخر الكلمة، زي مثلا كلمة أمه وكلمة تعليمه، كل دي اسمها هاء الضمير. تعالوا لما ننتقل بعد كده للتدريبات التانية، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول حاجة جمع ذكي، كلمة ذكي جمعها إيه؟ جمعها أذكياء. رقم 2 عكس اهتمت، اهتمت عكسها إيه؟ عكسها أهملت. كلمة كان، كان وخلاص فعل نوعه إيه؟ فعل نوعه ماضي. أجب بيقول لي هنا من اهتم بتعليم توماس إديسون؟ مين؟ أيوة أمه، أمه هي اللي اهتمت بيه، أو ممكن نقول الأم هي من اهتم بتعليم توماس إديسون. طيب ماذا اخترع توماس إديسون؟ توماس إديسون ده اخترع إيه؟ تقول لي كده اخترع توماس إديسون المصباح الكهربائي. مش تعال نشوف التدريبات التانية، بيقول لي صل كل كلمة بالمناسب. واحد معنى ذكي، ذكي يعني ايه؟ يعني سريع الفهم. كلمة ذكي معناها سريع الفهم. رقم 2 بيقول لي مضاد يعرف، واحد بيعرف كل حاجة عكسها ايه؟ عكسها يجهل. معنى يبحث، يبحث يعني يفتش، يبحث يعني يفتش. رقم 4 معنى مخترع، مخترع يعني ايه؟ يعني مبتكر. طيب رقم 5 بيقول لي جمع مصباح، هنلاقي جمعها مصابيح. 6 مفرد مهارات ايه؟ مهارات كتير، مفردها مهارة. تعالوا لما نشوف اللي بعد كده نكمل الأسئلة. بيقول هنا صف توماس إديسون، هو عاوز أهم صفاته. ممكن نقول كان توماس إديسون تلميذا، نقول كده كان إديسون تلميذا ذكيا. إيه كمان؟ يسأل ويبحث ويجرب، دي أهم صفاته. السؤال بعد كده بيقول لي من التي اهتمت بتعليمه؟ السؤال ده متكرر معانا، ممكن نقول الأم هي التي اهتمت بتعليمه، أو ممكن نقول أمه هي من اهتمت بتعليمه. طيب بعد كده بيقول لي سؤال ماذا اخترع توماس إديسون؟ اخترع ايه؟ تقول لي اخترع توماس إديسون المصباح الكهربائي. نكمل بعد كده، بيقول لي رتب كلمات كل سطر وكون جملة مفيدة. نشوف الكلمات الأول، تلميذا إديسون كان ذكيا. تعالوا لما نرتبها مع بعض كده، تعالوا نبدأ بالفعل في الجملة، نقول كان، كان إيه؟ كان إديسون ماله؟ تلميذا ذكيا. السؤال بعد كده بيقول مخترعا إديسون أصبح، يبقى نقول إيه؟ أصبح إديسون مخترعا، مخترعا يعني مبتكرا، هو اللي ابتكر المصباح الكهربائي. أمه بتعليمه اهتمت، يبقى نقولها إزاي؟ نقولها اهتمت أمه بتعليمه.
بكده خلصنا الأسئلة بتاعتنا وخلصنا الدرس بتاعنا اللي كان العنوان بتاعه اسمه توماس إديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربائي، وكانت أمه لها دور كبير وفضل كبير في حياته، هي اللي ساعدته أنه يستمر في الدراسة والبحث وهو مخترع المصباح الكهربائي. وشكرا لكم يا سنة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.